السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، مفيش مشروع في العالم بيخلو منها، أي مشروع حيواني صناعي زراعي مفيش مشروع في العالم بيخلو منها، وهي الخبرة. ده العامل الأساسي اللي بيقوم عليه أي مشروع، الخبرة. طب ازاي تكتسب خبرة؟ ازاي يكون عندك خبرة كويسة في مجال تربية وتسمين الأغنام؟ اول حاجة، ناس كثيرة طبعا لما نقول كلمة خبرة، ناس كثيرة بيروح دماغها على الناس الكبيرة في السن، الناس اللي مولودة في الغنم، ابوها وامها، ابوها وابوه وجده مولودين في الغنم، يعني بيربوا الغنم من زمان، من 100 سنه، من 50 سنه، من 70 سنه، ده كده يبقى راجل خبره؟ لا، الخبره عمرها ما كانت بالممارسه وفقط. الخبره عمرها ما كانت بالممارسه وفقط. اعرف ناس مولودين في الغنم، ابوه مولود في الغنم وجده مولود في الغنم، ولكن لا يفقه شيء اكتر من انه ياكل ويشرب ويرعى الغنم وخلاص على كده، ما يعرفش اي حاجه تاني، رؤوس اقلام يعني، مش اكتر من رؤوس اقلام. طبعا ما بقولش الكل، لا انا بتكلمش على الكل، لا في ناس عندها خبره ما شاء الله، بس انا بقولك ما تحطش في دماغك ان الخبره مندرجه على فتره طويله ممارسه لسنوات طويله مع الغنم ممارسه وفقط. لا، الخبره بتيجي بالممارسه مع الملاحظه والمتابعه، ممارسه مع ملاحظه ومتابعه، ممارسه فقط لا غير مش هتجيب. انا الحمد لله يعني كنت بربي غنم وانا عندي من هنا عندي تقريبا 12 سنه، كانت عندنا غنم من هنا عندي 12 سنه او 13 سنه، كنت في ليبيا في تاني اعدادي تقريبا، كنا في ليبيا ووالد الله يرحمه كان عنده غنم، كان عنده ما شاء الله عدد لا باس بيه، يعني كان يوصل من يعني من 30 ل 50، كنا بنبيعه على طول، بنبيعه ونشتريه يعني من 30 ل 50 راس. بس كانت دوري في الغنم، دوري في الغنم فقط لا غير، روح اكل روح شرب، روح اكل روح شرب فقط لا غير، ما يهمنيش الغنم اكلت شربت تعبانه، واحده تعبانه مش واحده تعبانه، ماليش فيه، ما كنتش حابب مشروع الغنم، ما كنتش حابب الغنم. روح ادي والد الله يرحمه خد شكاره العلف وروح ودي الغنم اعلف الغنم وروح اسقي الغنم، روح اعلف واسقي، وانا رايح وانا متكدر، مش رايح فرحان، رايح متكدر، رايح زعلان. فطبعا منين هتيجي الخبره؟ ما فيش اي خبره. استمرت عندنا الغنم في ليبيا حوالي 7 سنوات تقريبا، ما كانش عندي اي خبره نهائي 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 في الغنم، صفر، رغم ان عندي 5 سنين او 7 سنين معانا الغنم، يعني من الغنم كانت الغنم قاعده عندنا من 5 ل7 سنوات تقريبا، مش فاكر بالظبط بس في الحدود ده كده، يعني فتره مش شويه تعتبر، بس ما كسبتش اي خبره، صفر. تقدر تقول ممكن الناس كتير هتنصدم لما تعرف فترة خبرتي المظبوطة في الغنم. أنا فترة خبرتي المظبوطة في الغنم لما حبيت المشروع. طبعا لازم مع الخبرة لازم تحب المشروع عشان تكتسب خبرة. ما حبيتش المشروع اللي انت شغال فيه، العامل اللي انت شغال فيه ما حبيتوش، مش هتكتسب فيه خبرة نهائي. كان الحمار يحمل أصفار، رايح جاي رايح الشغل جاي من الشغل وخلاص، رايح أكل الغنم جيت من غنم، رايح أعشي الغنم وخلاص على كده. لكن لازم تحب الشغل، عشان كل ما تحب الحاجة هتتابع معاها، هتلاحظ معاها، هتعرف كل حاجة كبيرة وصغيرة في الغنم، أسبابها ومسبباتها وعلاجها والأدوية والجرعات، كل حاجة هتعرفها، هتبقى أنت حابب إنك تعرفها، مش مشغلش دماغي الغنم تعبان، يا دكتور تعالى بص لي على الغنم، يجي يبص، طب الدكتور حقن الغنم، حقن إيه مش عارف، إدى جرعة إيه مش عارف، الغنم كان عندها إيه مش عارف، الدكتور جه وعالجها وخلاص. فلا، مش هتبقى تكسب خبرة، هيجي لك وقت محتاج إنك أنت تشتغل بنفسك. في دكاترة طبعا الا ما رحم ربي، دكاترة بيطريين برضك ما يعرفوش اي حاجة، ما يعرفش بالمصري كده، ما يعرفش الالف من كوز الدر، مرت عليا والله، مروا عليا كتير طبعا الا ما رحم ربي، بنعيبش الدكاترة البيطريين بالكامل، لا في طبعا كويسين بس للاسف قلة، زي بالظبط الطب البشري، 95% من الطب البشري اعزكم الله بدون الفاظ بذيئة بلاش، الكل عارف والكل مجرب وراح وشاف. عشان ما نخرجش برا موضوعنا، فالخبره قلنا ما بتجيش بالممارسه الطويله وفقط، لازم تحب المشروع، لازم تدون. انا خبرتي ما تتجاوزش
الأربع سنوات. خبرتي في الغنم لا تتجاوز الأربع سنوات الخبرة العملية المضبوطة، الخبرة اللي بدأت فيها أدون وركز وأعرف العلاجات، وعمري ما جبت الدكتور بطري أكتر من إن أجيب الدكتور البطري بالسونار، جهاز السونار يفحص للإناث بس العشر الحمل مش أكتر، إنما أجيبه يعالج أو يشخص للحالة أو لا، عمري ما جبت دكتور بطري شخص للحالة خلال الأربع سنوات دول، عمري ما جبت دكتور بطري يعالج لي غنم. كل حاجة أنا بعالجها وأنا اللي بروح أجيب الأدوية بنفسي من البيطرية وبعالج بنفسي. فالخبرة بتيجي، ركز في شغلك، حب شغلك، هتلاقي نفسك طبيعي اكتسبت الخبرة إن شاء الله، وخبرة تكفيك إنك تربي غنم بدون أي حد ما يتدخل من بره، بدون أي تدخل خارجي. لكن الخبرة لازم من الممارسة، ما تجيش من يوم وليلة، مستحيل، مش كون فيكون. لا، أنا لو هشرح لك 100 سنة مش هيبقى عندك خبرة، خبرة نظرية، لكن لازم تطبق عملي، لازم تطبق عملي. يعني هي بالممارسة، هي بالممارسة زي ما قلنا، بس لازم تحب الشغل اللي انت شغال فيه عشان تعرف تبدع فيه، وتعرف ايه اللي استخدمته جاب نتيجة تستخدمه مرة تانية، ايه اللي استخدمته ما جابش نتيجة ما تستخدمهش مرة تانية. لازم تركز في شغلك كويس وتحب الشغل بتاعك. تعتبر نبذة عامة، طبعا لو دخلت في تفاصيل الخبرة في تفاصيل ياما كتير كتير، هالوقت هيطول يعني علينا جامد عشان نلخص جميع جوانب الخبرة، بس دي فكرة بسيطة عشان بس ما حدش يندرج يجي في دماغه ان الخبرة واقعة تحت الناس كبار السن او الناس اللي هي ليها 50 سنة و100 سنة بتربي غنم. لا، ممكن يكون عندك سنة سنتين ثلاثة وعندك خبرة اكتر من اللي ليه 100 سنة بيربي غنم. في النهاية طبعا ما تنساش الاشتراك في القناة اذا عجبك الفيديو، ليصلك كل ما هو جديد ومفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.